تشرفت اليوم بالإشراف على تجديد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، واجتمعنا بالإخوان في الإقليم وتطرقنا لمجموعة المشاكل الخاصة بهذه بالشغيلة التعليمية بإقليم طاطا، ونتمنى إن شاء الله من المكتب الذي سيتم انتخابه أن يكون عون للشغيلة التعليمية بالإقليم. إذن اليوم تم تجديد هياكل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم في دشا بحضور السيد الكاتب الجهوي السي أوباري، بمعية عضوين من المكتب الجهوي السي أقلقال والسي سالمي. إذن تم انعقاد هذا المكتب في جو ديمقراطي نزيه، تمت فيه انتخاب الحسين داود كاتبا إقليميا لهذه النقابة بمعية مجموعة من الشباب في هذه بطاطا، قصد العمل على حلحلة أوضاع ومشاكل نساء ورجال التعليم. نتمنى أن نكون عند حسن تطلعات الشغيلة التعليمية. لا تنسوش تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.